عصام ومرحبا بكم هذه حالة الطقس لليوم اليوم كانت الرياح قوية خاصة ببعض مناطق الجنوب وين كانت متسببة ببعض الدواوير الرملية ودرجات الحرارة تواصلت مستقرات راحت في أغلب المناطق درجة الحرارة القصوى ما بين 18 إلى 24 درجة سجلنا 17 بتونس العاصمة وما تجاوزتش 13 درجة بمرتفعاتنا الغربية كما نشوفوا حسب تسلسل صور القمر الاصطناعي اليوم السحب كانت حاضرة في أغلب المناطق أحيانا كثيفة ومرفوقة ببعض الأمطار ببعض مناطق الشمال والوسط تتواصل اليوم في الليل سحب كثيفة بالنسبة لبعض مناطق الشمال والوسط أحيانا تكون رعدية مرفوقة ببعض الأمطار وتكون السحب عابرة بالنسبة للجنوب درجة الحرارة لليوم في الليل تتراوح ما بين 8 إلى 12 درجة بالشمال والوسط تكون في حدود 6 درجات بالمناطق الغربية وتكون ما بين 10 إلى 14 درجة بالجنوب نشوفوا ما بعضنا حالة الطقس غدوة كيفاش باش تكون تتواصل السحب كثيفة باغلب مناطق الشمال تكون مرفوقه ببعض الامطار المتفرقه كذلك سحب احيانا كثيفه بالنسبه للوسط وين تكون ايضا احيانا مرفوقه ببعض الامطار وتكون السحب عابرة في الجنوب درجة الحرارة ما تتبدلش برشا تكون في حدود 16 بتونس العاصمة 14 ببنزرت 16 بكل من نابل وقليبيا 15 ببيجا 16 بجندوبة 16 أيضا بسليانة بالكيف 15 درجة بالنسبة لزغوين تكون في حدود 17 17 ايضا بسوسه والمنستير 17 بالقيروان وسيدي بوزيد 16 بالنسبه للمهديه 18 بولايه صفاقس 18 بجابس مدنين 20 بالقصرين 14 درجه 18 بقفصه 19 بولايه توزر 19 ايضا بولايه قبلي 19 كذلك بولايه مدنين واقصى الجنوب تكون في حدود 20 درجه كذلك في البرمه تكون في حدود 19 درجه نمروا توا للملاحه والصيد البحري البحر يكون مضطرب على سواحلنا الشمالية سرعة الريح تتراوح من 20 إلى 25 عقدة تتقوى أثناء الخلايا العادية توصل إلى 30 عقدة الريح تكون شمالية غربية كذلك بالنسبة لخليج تونس البحر يكون مضطرب وريح تكون شمالية غربية جنوبية شرقية بالنسبة لخليج الحمامات البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب سرعة الريح تتراوح ما بين 20 إلى 25 عقدة تتقلص بعد ظهر تكون ما بين 10 العشرين عقدة كذلك بالنسبة للشابة خليج جيبس وجربة الريح تكون شمالية شرقية فجنوبية شرقية سرعة الريح تتراوح من عشرين إلى خمسة وعشرين عقدة في بداية النهار تتقلص بعد الظهر تولي من عشرة إلى عشرين عقدة نشوفوا توا حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواقشت بعض السحب و34 درجه 16 بالدار البيضاء امطار باليبات و15 درجه بالجزائر سحب كثيفه مع بعض الامطار 14 درجه 17 بترابلس بالقاهره 26 33 بالمدينه المنوره وطقس صافي كذلك طقس صافي بمكه المكرمه و37 درجه بالنسبة للدوحة يكون فما بعض السحب 28 درجة 32 بأبو ظبي 27 بالكويت 21 بدمشق بيروت كذلك طقس صافي و23 درجة 24 بعمان 24 أيضا ببغداد وبالقدس الشريف يتواصل الطقس صافي و23 درجة نمر توا لبعض المدن والعواصم الأوروبية اسطنبول بعض السحب و16 درجة درجتين فقط بموسكو 19 بأثينا مع طقس صافي وفيينا بعض السحب 8 درجات 13 بروما 7 وسحب كثيفه بامستردام برلين كذلك بعض السحب و8 درجات سحب كثيفه مع بعض الامطار بكوبنهاجن و4 درجات بلندن كذلك تتواصل السحب 8 درجات امطار بباريس و7 درجات 4 بستوكولم كذلك سحب كثيفه مع بعض الامطار جنيف أمطار سبع درجات بروكسل كذلك ستة درجات مارسيليا سحب و12 درجة أمطار بمدريد وسحب كثيفة عشرة درجات وبلا كذلك يكون فما بعض الأمطار و14 درجة نشوفوا توا حالة الطقس كيفاش باش تكون في بلادنا الأيام الجاية نهار تلاتة ثمانية مارس تتواصل السحب ويبقى الطقس ملائم لنزول أمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط كذلك أحيانا تكون السحب كثيفة بالنسبة للجنوب درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و 21 درجة بأغلب المناطق وكل عادة تكون أقل شوية بالنسبة للمناطق الغربية في حدود 14 درجة البحر يكون قليل الافتراق فمضطرب على كافة السواحل وريحة تكون من القطاع الجنوبي نمر توا لنهار الأربعاء 9 مارس وين يتواصل الطقس ملائم لنزول بعض الأمطار انخفاض طفيف في درجات الحرارة الريح تكون شمالية غربية والبحر يكون شديد الاضطراب على كافة السواحل نشوفوا توا أوقات الشروق والغروب الشروق بإذن الله يكون على الساعة السادسة و42 دقيقة والغروب يكون على الساعة السادسة و19 دقيقة كانت هذه حالة الطقس لليوم كان عندكم أكثر استفسارات زوروا الموقع ميتيو بونتين ولا أطلبوا الموزع الصوتي 88 40 4 أصفر. ليلتكم زينة تصبح على خير